Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hafiz Muhammad Israr and you are watching Hanifa Online Quran Academy. Today inshallah azza wa jal we will learn the second ruku of Surah Al-Ma'arij. First I will read word by word, then after that I will read verse by verse. Let's get started. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمال الذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أي يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب مشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.